كنحس بشوية زيادة كاينة لا في الخضار، الخضار نهبط شي شوية، مرة طلع مرة تهبط، أما في الحوانت كاين زيادة. لكن المغرب ديما في تزايد الأسعار، عمر الأسعار ما نقصوا، سوا كاينة كورونا سوا ما كايناش كورونا. لا ما كاينش زيادة، الغدا عادية كما كانت سوسة. شوية صافي، كاين شي حاجة زايدة وكاين شي حاجة ما زايدتش. شوية الخضار الديسير. في المغرب كلشي مستقرات ساعة، ولكن في الأسعار ديال المحروقات بالنسبة للمقارنة مع دول أخرى ما تنقص والو، فهمتي؟ المحروقات في دول العالم كاملة طاحت، في المغرب باقا هي هي. يعني أي بائع متجول ولا أي بائع اللي عنده الحانوت وعنده ضرائب وعنده الدولة وعنده المصاريف ديالو، راه ضروري ما غادي غادي يحس براسو بأنه خاصو يغتنم الفرصة. غير نعطيك مثال، أنني مشيت ناخذ الكمامات كانوا دايرين 2 دراهم، 3، لقيتهم دايرين 5 دراهم، قال لك وناقصين بهم 2 دراهم. يعني هذه من جهة. ثاني حاجة المعقمات كانوا دايرين 10 دراهم 20 درهم، دابا ولا دايرين 30 درهم 35 40. أي واحد كيستغل الفرصة في هذه الفترة هذه. على هذا الزيادة الماء، الزيادة في الخضر وداك الشيء ما لاحظتهاش، ما لاحظتش ماشي زيادة، وإنما في هادشي ديال الدواء والفرماسيان وهادشي ديال النظافة وهذا زادوا. زاد خير الله خير الله دراهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.